بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أوجه أول رسالة من خلال الوسيلة التي تعلمتها على أخي العزيز زبيد. الشكر والتقدير والامتنان لك أخي العزيز مع أجمل أمنياتي لك وألف ألف وجعل الله في ميزان حسناتك. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.